وبعدها لك تفضل قاعد كده. يا قدر ربنا وانت شفتها بنفسك كانت تعبانه قوي. اللي عملت ايه؟ خلصت كل الاوراق وهندفنوها بكره ان شاء الله. والواد حملته مع الخلم وحبيبه. وادي امانه تاني اتعلقت في رقبتي. كان الامانه قدر اللي اتكتب علي. والأمانة لازم يبقى فيها وجع وخسارة. حول على روحك يا بحر، ما تعملش في نفسك كده. ما قدرش ما قدرش يا هيم. كل ما أحاول أقف على عيلي رجلي يديني من تاني، وكل ما أهرب من الدم رجلي محاوطني في كل مطرح. كل فرحة بتيجي بتعصب وجهك بتختم بموت. يا ابويا عليك يا بحر، وانت لساك بتفكر في كلام امي؟ ودي بيتحجج كل يوم. قلت لك قبل سابق هم الكلام امي اللي هياكل عجلك ده. دي ما فهماش هي بتقول ايه. انا اللي ما اعرفش اعمل ايه. طب خلينا في المهم دلوقتي. لازم نلاقي سالم مهما كان جواهر مرضه. وحليك يا سالم فين؟ أكيد هيظهر يا بحر. أجله يعني هيطمن على مرضه وولده. سالم سالم خلاص. الطمع ملا عينه وقلبه وخسر أخوه. طب ايه اللي يخلي ربيع الضوء يجي لك ويعترف لك بكل حاجه؟ ربيع كيف الحقيقه بيتلون حسب مصلحته. محدش يعرف له لا لون ولا مله. سمعت انه اتقبض عليه. على مين؟ ربيع الضوء؟ مات وكيف؟ متهمينه بقضيه قتل رمزي. قتل رمزي؟ يبقى رجالته هم اللي كانوا هناك وقتها. عشان كده سالم هربوا الدار. سالم، انا كل اللي انا مستغرب له سالم ازاي قدر يضحك علينا كل ده. المصيبه لو ربيع الضو وصل لسالم قبلنا هيقتله. لسه خايف عليه يا بحر بعد كل اللي عمله ده؟ انت اللي بتسالني يا هيما. ده اخوي. عارف يعني اخوي؟ ومش اخوي بس، لا ده ولدي. طول عمري بحس انه حته مني. في حد يقدر يهمل حته منه؟ كان قلبك اللي جايب لك الكافيه يا صاحبي. كيف ما قالت خالة تمنوه، قدر القلوب يا صاحبي. تاني كلام امي؟ بتفكر في كلام امي؟ قلت لك هي ما فاهماش هي بتقول ايه. خلينا في المهم دلوقتي. هنلقى سالم كيف؟ في حاجه انا عايز افهمها. ايه اللي يربط سالم بياسمين؟